طيب بما اننا اليومين دول مهتمين جدا بان احنا نحافظ على جسمنا، يعني انا مهتميه في البرنامج عندي ان انا اجيب فقرات توعيكم ونقول فيها ازاي نحافظ على جسمنا وازاي اقدر انزل وزني، ونفسي انا وانتم مع بعض كده نقدر ان احنا ننجح في ان الناس اللي عايزه تنزل وزنها تنزل وزنها وبدون عمليات جراحيه. تمام، احنا كستات ها بنحب اكل الحلويات مثلا، في ناس كتير بيحبوا ياكلوا حلويات، وعاده بيجي لنا وقت كده في الشهر بنحب ناكل حلويات كتير قوي بقى، فاهم اللي هو ايه، يعني مش عارفين ان نفسنا ما بتتسدش خالص، يعني عايزين ناكل كل الحلويات اللي موجوده في البتاع. ايوه صح، ونجوى بتقول ايه، والبطاطا والشتا والبطاطس المقليه والحاجات دي كلها. طبعا الشتا كمان يحب الاكل يا جماعه، احنا في الشتا بنحب ناكل عشان نتدفى، فده شيء طبيعي. فحلويات وجانك فود والحاجات المقليه احنا كستات بناكلهم كتير. تعالوا بقى كمان الستات اللي خارجين مثلا من تجربه حمل، يا عيني الست كانت سمباتيك وفله وقمر وزي القمر، وقيس فجاه ورده، وقيس فجاه الورده بعد الحمل بيحصل لها مشاكل وبتتغير تماما. يعني بنزيد وزن كبير قوي، مش كتير قوي، يعني 10 كيلو 15 كيلو 25 كيلو حسب من واحده للثانيه. فبعد ما بنولد بيبقى عندنا صدمه، ايه ده، إن ازاي مش عارفه انزل، مش عارفه البس حاجه من لبسي، مش عارفه اتغيرت بقيت واحده ثانيه، ببص في المرايه مش عارفه نفسي، فاكيد دي صدمه. فبيجي لنا حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الحمل، لانه انا حاسه ان انا ما بقتش انا، انا مش عارفني، انا تهت مني. انا مش انا. مين دي؟ بالظبط. وارحب بضيوف في خبيره التغذيه، اكيد شهيره ابو سيف. ازيك يا شهيره؟ عامله ايه؟ كويسه؟ كله تمام. بتيجي تضحكي عندي هنا على طول. جدا، انا بحب اقعد معاكي اصلا. وكمان خبيره التغذيه مي سمير. ازيك يا مي؟ طيب يا شهيره، ايه رايك في الموضوع ده حضرتك؟ انا مين؟ انت مين؟ انا مين؟ يعني الواحد لما بيتخن شويه بص مش ببقاش عايزه ابص في المرايه، خلاص بكتئب. طبعا ما ابصش تاني غير لما اظبط نفسي بقى. ولو جيت قست بنطلون مثلا من كان من زمان بيخش عادي، 8 شهور بس والله، كان من زمان فله بيخش 8 شهور، اجي مش عايز، مفيش ايه مالك، لا هو كش اكتئاب بقى، فيجيلك اكتئاب، تيجي الميزان تتجنبيه، تشوفيه فين وما تجيش جنبه خالص عشان ما نزعلش من بعض. ايوه. ف الستات اللي بتحب السكريات وبالذات انت عارفه ان بيجي لنا وقت في الشهر بنحب ناكل سكريات كتير، ده طبيعي. ايه اللي يخلينا عايزين ناكل سكريات صحيه؟ هرمون الاستروجين اللي في جسمنا اللي هو بيتحكم في عمليه التبويض وعمليه الدوره الشهريه بتاعتنا، لما بيحصل له يطلع وينزل ويطلع وينزل. الفتره اللي هي دايما ما قبل الدوره الشهريه والفتره بتاعتها وبعدها بتلاقينا دايما مقبلين قوي قوي على السكريات بالاخص. ليه بقى؟ لان انت اوريدي جسمك بيبقى منهك وتعبان. المرحله دي بيبقى مرحله فيها ارهاق جسدي كبير جدا علينا. وانت اوريدي كست او كام بقى او مثلا او سيده او بنوته رايحه جامعه او متجوزه وراها حاجات كتير، فجسمها بيبقى منهك. فبتحس انها مرهقه. احنا اوريدي الانسان الطبيعي بيقبل على السكريات طول ما هو مرهق. وبيبقى عايز يمد جسمه بالطاقه. عشان كده احنا في الفتره دي بنقبل قوي على السكريات وعلى الاكل والاكل المقلي كمان. ايوه، يعني هتلاقينا يا اما الفرنش فرايز يا اما البانيه يا اما سكريات قوي. السكريات بتفتح على الاكل عموما جدا. بالظبط كده. ده معدل هرمون الاستروجين لما بيجي يعلى ويظبط نفسه، عشان سواء بقى في حمل او سواء في دوره شهريه احنا بنقبل قوي على الاكل ده. طب ايه الحل بقى حضرتك، يعني عشان ما نقبلش على الاكل ده؟ ما بصي هقول لك الحل. هو ده غلط للجسم متهيألي، صح؟ طبعا. يعني كم السكريات ده اللي بيخش الجسم. طبعا. وبعدين في نفس الوقت مش قادره اوقف نفسي، يعني حاسه ان انا محتاجه. انت مش عارفه، ده امر طبيعي على فكره، يعني هي ربنا خلقنا كده، انت مش عارفه تحجمي نفسك. الحل الطبيعي بتاعنا هو ان انا هقول لك روحي للسعرات الحرارية السلبية. يعني ايه السعرات الحرارية السلبية؟ اللي هي بتتمثل في الفاكهة، الفاكهة المسكرة. يعني ايه؟ يعني انا لما يبقى قدامي مثلا تفاح، موز، مثلا برتقان، ولو ان البرتقان الحمضيات هفضل انها تبقى الصبح ما تبقاش بالليل، لكن انا بروح للفاكهة المسكرة واخدها، ده بالنسبة لي يريحني كتير. بس برضو مش مش زي اللي يعني فاهمه، يعني تحسي كده جو عيانين برضو. أيوة. يعني مش زي الشوكولاته كده والحاجات دي. ما عنديش مشكله وما عندناش مشكله، وبنقولها في الفتره دي بالاخص وبنكتبها وبنقولها انه ممكن تاخديها، بس البار شوكليت ما يبقاش بار شوكليت، يبقى مثلا قطعه شوكليت.
هناخد بسبوسة عشان انا بحب بسبوسة بالقشطة بقى كمان بالقشطة يا سلام لا كده هو كده قشطة لا كده كتير عشان انا باكل قشطة بالبسبوسة فاهم ما باكلش بسبوسة بالقشطة انا شخصيا يعني ماشي يا اميرة انا هعدي الناس ما تسمعش بس الكلام ده هي قطعة بسبوسة بتبقى في اليوم كله وبتبقى يفضل بعد الغداء ما تبقاش بالنهار ولا بالليل هنا في الفترة دي الجسم بيبدأ يعوض نفسه وبيعوض نفسه كل الحرمان اللي حرمه قبل وهيحرمه بعد فبالتالي بياخد الطاقة والسعرات الحرارية اللازمة طيب ده للناس اللي هي ايه عايزة تحافظ عامة على وزنها الناس اللي خلاص العادة دي عندهم من زمان واكتسبوا وزن كبير جدا ودلوقتي مش موضوع مش هينفع معاهم هم ياكلوا واحدة شوكولاتة بنتدخل الموضوع عدى بقى بنيجي احنا بقى الموضوع عدى القصة دي خلاص ايوه لا خلاص كده فلازم هنا يبقى فيه ان احنا يبقى فيه حل تاني بندخل احنا بقى بالكورس بتاعنا وبالمنتج بتاعنا اللي هو الفيتارم الكبسولات بتاعتي اللي هي بتبدا تعمل ايه؟ تبدا تحجم له الشهية العالية دي الكبسولات دي بتعمل ايه؟ مليانة ألياف طب الالياف دي عباره عن ايه هو احنا لما بناخد شويه شوفان مع لبن او شويه بطيخ بنعمل لما بناكلها بتملى بطني ومعدتي تبدا تنفش فببدا مش حاسه بجوع قوي هو ده اللي الكبسولات احنا بنعتمد عليه في الكبسولات بحجم الشهيه بتاعتي المفرطه اللي هي مقبله على اي شيء فبديها سواء بقى الاوزان العاليه جدا احنا بنفضل ان احنا بناخدها مرتين في اليوم مره بعد الفطار ومره قبل العشاء علشان اقدر احجم القصه دي قوي مزبوط. خصوصا انه العشاء بيبقى ساعات كتير عند ناس كتير قوي هي الوجبه الرئيسيه فببدا اديها قبل العشاء بشويه وبعد الفطار مثلا بنص ساعه ساعه الا ربع علشان ابدا اتحكم في الجسم انه طول اليوم ما ياكلش يعني في حل تاني طبعا بدل الدايت بس الناس اللي مش قادره تعمل دايت تاخد الناس اللي مش عايزه دايت في كبسولات الناس اللي ما بتحبش الدايت بتحبش الدايت بالظبط في كبسولات ممكن ناخدها بتساعد على الحرق بالظبط وبتسد نفسي هي بتملى المعده بتاعتي بتحجب الشهيه تماما يعني بسد نفسك انا اصل في ناس بتخاف من فكره انت بتسدي نفسي يعني معنى كده انت مش هتديني اكل ولا ايه طب ما انا هتعب طب ما انا هيجي لي ارهاق طب ما انا مش عارفه ايه الحاجات دي لا فاحنا بنعمل ايه انا بقول لك انا هحجم لك الشهيه يعني ايه هتحكم في كميه الاكل اللي هتدخليها بعد كده فبالتالي الجسم يبدا يحرق من نفسه ونبدا نعلي بقى معدلات الحرق بالنقط بالنقط اللي في معنا. بقى في حاجه تانية ممكن اعلي بيها معدلات الحرق ليه كمان احنا برضو في نقطه مهمه عايز اتكلم عليها ان احنا علشان خاطر نحل مشكله معينه لازم اشوف اسبابها منها من اسباب السمنه او زياده الوزن الشهيه العاليه والحرق الضعيف فاحنا بنمسك مشكله ونشوف لها الحل بتاعها الكبسولات مش بتسد الشهيه تماما ان انا ما اكلش طول اليوم فبص الاقي عندي ضعف وان انا تعبانه لا بتخليني اكل كميه اكل معينه بحيث ان انا حد وزنه زياده قوي فحجم المعده وسع مع الوقت بسبب الاكل الزياده اللي انا اتعودت عليه فباخد الكبسوله بتسد معايا الشهيه باكل كميه قليله جدا مثلا ربع الوجبه بتاعتي اللي انا متعوده عليها بتلاقي نفسك مع الوقت خلاص المعده بدات تاخد حجمها الطبيعي فانا بتصغر تصغر مع الوقت تبدا تاخد الحجم اللي هو الطبيعي بتاعها طيب انا اصلا كمان ما بدخلش جسمي الاكل اللي انا كنت متعوده عليه اللي هو الكميه الكبيره فانا اعمل ايه كمان انا معوضه ده بالفيتامينز اللي عندي في الكبسولات انا كمان مدعمه الفيتامينز الكبسولات بتاعتي فيتامينز فيتامين اي وبي وسي عشان خاطر كمان البشره وعشان خاطر الشعر عشان خاطر ضوافري كل ده برده ما يتاثرش ما الاقيش مثلا وشي تعبانه سواء تحت العين فاللي هو انا اكلي قل ما بيخشش جسمي الاكل اللي انا متعوده عليه اللي هو الكميه الكبيره حبه قليلين قوي بس اللي انا باكلهم وفي نفس الوقت برده مظبطه الفيتامينز اللي عندي طب انا عايزه اسال سؤال الكبسولات والنقط تمام والاعشاب ممكن ينزلوا واحد مثلا كام كيلو لحد كام كيلو يعني مثلا مده الكورس الواحد مثلا ينزل حوالي 15 كيلو مثلا في الشهر اللي هو الكورس الواحد في يعني كورس بس ده بيعتمد برضو بس ده بيعتمد برضو على نسبه حرق الجسم وسنه وطوله ووزنه علشان كده احنا بناخد دايما لما بنيجي اي حد بيكلمنا بنبدا نفتح معاه فايل بساله الاول وزنه قد ايه سنه قد ايه طوله قد ايه هل عنده حالات مرضيه ولا لا يعني عنده سكر ضغط الكلام ده بناء عن حالته احنا بنقدر نحدد الكورس اللي بياخده فاحنا ال 15 كيلو ده للناس السليمه خالص واللي حرقها مظبوط يبدا ياخد الكورس فعلا بيوصل ل 15 كيلو في الشهر ممكن ينزل 15 كيلو بالظبط ده رقم كبير على فكره يعني ده رقم كبير جدا وفي نفس الوقت بيتعوض بالفيتامينز والحاجات طبعاً. اللي ممكن تنقص في جسمه طبعا في الشهر الواحد ممكن ينزل 15 كيلو يعني ممكن
وممكن اخده كل شهر عادي مفيش مشكله، ممكن افضل مكمله عليه. في ناس اللي هي الاوزان العاليه مثلا، ما انا لو قلت له 15 كيلو فوق 100 مثلا ما هو هيبقى محتاج مثلا انه ينزل على الاقل مثلا ايه 45 35 كيلو، بنوصل ل 50 كيلو احيانا مع بعض الناس، فبنكرر له الكورس او بنغير له الكورس على فكره. ده اللي انا كنت هقوله برضو، ان احنا لازم يكون معانا متابعه، ما تاخدش الكورس افضل ماشي عليه كذا شهر من غير متابعه، لان انا برضو في الغالب بغير له الكورس. لا بتتابعي معاه طبعا، لان ممكن لو لقيته في حاجه ممكن يغير الكورس، تدوا له حاجه ثانيه خالص. طبعا خلاص جسمي مثلا خد عليه كبسولات معينه مثلا، دي الماده مثلا اللي فيه ببدا اغير له. طب حاجة سؤال دلوقتي، سؤال يا اهل الخير، يعني لو حد 100 كيلو فيما فوق، 100 كيلو فيما فوق، الكبسولات دي تجيب معاه نتيجه؟ طبعا، ما هو ده اساسا الاساس. احنا الناس دي هي اكتر ناس اصلا بتخس معانا، يعني بتلجا لنا وبتخس معانا، لانه لا قادر يتحرك يروح جيم ويعمل رياضه، ولا قادر يعمل دايت خلاص. يعني الناس دايما عندها فكره انه الحاجات دي ممكن الناس ايه اللي عايزه تخس 10 كيلو مش عارف، لكن بتكلم على الاوزان الكبيره هي دي الاساس اللي بتلجا للعمليات. هل ممكن الكورس ده يجيب معاها نتيجه وتنزل وتخس؟ طبعا طبعا، وكان عندنا حالات كتير جدا 180 كيلو بقى 80 كيلو، 145 كيلو نزل ل 70 كيلو، والحالات وبتخس في مدد قليله، وبتخس بصحه، وبتخس الاكتر بقى من ده كله كمان، ما بترجعش لللايف ستايل بتاعها الاولاني. مظبوط، بتكمل معاها لنفس اللايف ستايل اللي احنا هي الصفحه بتاعتكم موجوده اهي على الشاشه، اللي حابب يتواصل معاكم او حتى ارقام التليفون. طب يا جماعه احنا معانا تليفونات، مين يا شباب؟ مين؟ استاذ احمد من الشرقيه. استاذ احمد ازيك عامل ايه؟ اهلا اهلا بيك. مساء النور، اتفضل. ايه يا فندم، عايز استفسر عن الكورس يا فندم. عايز ايه؟ بيستفسر عن الكورس. ايوه يا فندم، انا بتستفسر عن الكورس، اتفضل. عندي مشكله فرحي كمان شهرين. تمام، ومشكله في الكرش. عندك مشكله في الكرش ولسه ما اتجوزتش يا احمد؟ يا استاذ احمد. يعني ماشي تمام. طب وزنك قد ايه؟ وزنك قد ايه يا استاذ احمد؟ انا وزني 110. 110. وطولك؟ طولي 175. 175. لا متهيألي انت مش موضوع كرش بس، انت محتاج تنزل عامة، محتاج تخس. كده محتاج يخس كام كيلو يا شيخ؟ 10 20 يعني كده مثلا، محتاج 35 كيلو تقريبا. محتاج 35 كيلو، وفرحه كمان شهرين. المشكلة عندي في الكرش بس. طب في أي أمراض يا أستاذ أحمد؟ في أي أمراض؟ لا لا، ما عنديش أي أمراض الحمد لله. سنك قد إيه طيب؟ أنا سني 28 سنة. حلو أوي. شهر طيب. ممكن ينزلوا من شهرين. وعنده شهرين قبل الفرح. هو قبل الفرح هيكون مظبوط. خلاص. ونفسي أخس الصراحة، الكرش ده ينزل قبل الفرح. لا هينزل، ما تقلقش. هينزل. ما تقلقش. طيب، تواصل معانا على الأرقام اللي قدامك على الشاشة، وإن شاء الله ممكن تاخد الكورس وينزل. هينزلهم وبسهولة كمان. 28 سنة. بيبان امتى؟ انا دلوقتي ابتديت في الكورس، اوكي، هيبتدي يبان عليا امتى ان انا فعلا على الميزان، ابتديت اتخلص من الوزن؟ حالتك سليمة تماما من اول 4 ايام هتبدأي تبان. هتبدأي تحسي بهدومك الأول، إن هدومك ظبطت معاكي، أو إن الهدوم بتاعتك بدأت تظبط وبدأت توسع سنة. على الأسبوع، أول ما الأسبوع يخلص هتبدأي تحسي إن أنت فعلا وزنك نزل على الميزان. وأول أسبوع ممكن أخس كام كيلو مثلا؟ من 4 ل 5 كيلو. ده الشخص الطبيعي بالظبط. طيب الشخص اللي مش طبيعي، اللي نسبة حرقه قليلة، بيبقى في الغالب بيبقى عنده قصور في الغدة الدرقية، بينزل معايا برضو بس بنزله بيبقى بطيء شوية. فبتزودي له نقط. فبزود له النقط، وبزود له كمان ممكن جرعة الكبسولات، يعني ممكن ده ياخد 2 كبسول مش بس واحدة كبسول. يعني ده بنطلب له الكورسين علشان خاطر نقدر نعلي معاه معدل الحرق، ونبدأ نتخلص من المخزون في جسمه. ما اديلوش فرصة انه ياكل كتير، فالجسم يبدا يحرق منه فيه، ومدياله نقط تعلي عنده معدل الحرق جامد، فبالتالي جسمه يبدا يخس وينزل. طب سؤال بقى، هل في اي اثار جانبيه من الكبسولات دي؟ خالص. اي اثار جانبيه خالص، مهما كانت خالص. ليه بقى؟ ايه فايده المتابعه؟ المتابعه علشان هو لو حس باي حاجه انا اقدر اتابع معاه واشوفه هو بيعمل ايه. احنا بندي نظام غذائي بس مش دايت، انا بقول له انت هتاكل، بس اكلك امتى؟ اكلك ايه؟ كميته قد ايه؟ ياكل انت هتاكل اي حاجه، كل حاجه. بس في اوقات احنا بنظبط له اوقات، وبنظبط له كمان الكميات، او هو اوريدي
هيبدا يظبط الكميه لوحده غصب عنه بالظبط غصب عنه حاجه صدق نفسه لكن بثبت له اوقات الوقت ده مهم جدا كانه عمل تكميم بالظبط بالظبط عشان كده احنا بنقول الكبسولات بتاعتنا هي بديل تكميم معده بديل تكميم لانه انا بقوم بعمليه التكميم بس طبيعي ومدياله كل حاجه ياكلها مش محرماه من اي حاجه ومش مخلياه يعمل دايت لا بالعكس بس اهم حاجه اللي بناكد عليه دايما شرب الميه شرب الميه شرب الميه دول دي اهم نشرب ميه كتير نشرب ميه كتير عشان ده هيساعد في ان انا اتخلص من الوزن والميه الزياده اللي في جسمي بالظبط يعني في ميه بتبقى في ناس بيبقى في جسمهم في ميه زياده بالظبط طيب انا معايا مي منين يا جماعه ندى من اسكندريه اتفضلي يا ندى الو ازيك يا استاذه اميره ازيك يا حبيبتي عامله ايه عامله ايه منوره سيسه بنورك يا روح قلبي اتفضلي ممكن اكلم استاذه شهيره اتفضلي اي اميره ندى ندى اي ندى ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. أنا عايزة أشكرك كتير جدا. وعايزة أقول لحضرتك عشان أشكرك بشكل شخصي على اللي أنت عملتيه معايا. ميرسي يا حبيبتي. بجد مش عارفة من غير مجهودات حضرتك أنا كان ممكن أعمل إيه. طب اشرحي لنا يا ندى طب إيه اللي حصل؟ قولي لي يعني إيه اللي حصل معاكي؟ خسيتي؟ أنا عندي 18 سنة. 18 سنة، أنت صغنطوطة لسه يا ندى. أيوة. بتدرسي إيه؟ أنا لسه في أولى جامعة. في أولى جامعة، ماشي. ايه اللي حصل معاكي بقى؟ كان وزني 95 تمام ودكتور شهيره خلتني 65 كيلو كنتي 95 وبقيتي 65 طولك قد ايه يا ندى؟ 150 150 وبقالك وخسرتي الوزن ده في قد ايه؟ بالظبط يعني احنا لسه ما كملناش شهرين هي لسه مكمله معايا المتابعه بتاعتها يعني انت لسه جديده في الكورس طب اشرحي لنا كده يا ندى بما انت جربتي يعني اول ما خدتي الكورس كده نزلتي قد ايه او ايه اللي حصل معاكي احكي لنا بصي هو اول اسبوع انا نزلت 5 كيلو بس انا قبل كده كنت محبطه قوي عشان كنت جربت اكتر من نظام دايت وما كنتش عارفه اخس فده كان عاملني مشكله وكان مؤثر عليا ما كنتش بعرف اخرج مع اصحابي كده بس دكتور شهيره الصراحه يعني تعبت معايا كتير هي ظبطت لي نفسيتي قبل اي حاجه فانا بشكرها شكرا جدا ليها يا حبيبتي حبيبتي يا ندى حبيبتي يا ندى ودلوقتي بقت نفسيتك عامله ازاي يا ندى؟ لا بقيت اهم حاجه عندي كان الخروج وانا بقيت اخرج دلوقتي مع اصحابي وبروح جامعتي ومبسوطه تلبسي بقى اللي انت عايزاه والدنيا معاكي بقت احسن كتير بقيت احسن كتير كتير ها؟ الحمد لله ماشي يا ندى ماشي يا عم ماشي كتير. يلا مبروك حلو احساس جميل لما تحسي ان انت طبعا ساعدتي حد وبنوته صغيره 18 سنه بتحس في وسط الجامعه بقى ان هي الوحيده المليانه ومش عارفه تتعامل بقى مع صاحبتها هي لسه مكمله بتقول كمان طبعا لسه مكمله لان هي وصلت ل 65 وهي طولها 150 فهي على الاقل لسه محتاجه 15 كيلو ووزنها كده يظبط طبعا يعني انت بتفضلي مكمله معاهم لحد ما تظبط ولحد ما هي تبقى راضيه تماما عن نفسها لان على فكره احنا في ثقافه برضو في بنات ما بتحبش تبقى رفيعه قوي او اللي هي الايديال الوزن الايديال على فكره ده مرض معاها يعني جه عندنا فتره كده مرض ان انا لازم ابقى سليم مفيش حق يعني ابقى رفيعه خالص ايوه اللي هو ايه بيبقوا متباهين قوي وانا مقاسي 34 اللي هو فاهمه او في ناس 32 حبيبتي انت معاصه اصلا مش حاجه حلوه يعني مش حاجه تفرق يعني انا بحب البنت تبقى كده يعني مظبوطه اهم يعني. حاجه مظبوطه دي اهم حاجه هي تبقى كمان راضيه عن نفسها يعني دي اهم حاجه طبعا تحب تلبس اي حاجه تلبسها عايز تلبس اي حاجه تلبسها يعني مفيش حاجه تضايقها تمشي واثقه من نفسها اي حاجه لما الواحد بيبقى جسمه مظبوط اي حاجه بتليق عليه بالظبط اي حاجه كده تلاقيها حلوه لكن لما جسمنا ما بيبقاش متظبط بتلاقي ان انت بتضطري تختاري لبس اللي يناسب مع جسمك وساعات بتفقدي الثقه في نفسك بقى وبتبدا حالات الاكتئاب وبتبدا حاجات كده كتير وتدخل في مراحل هي قالت لك عملت كذا دايت على فكره مهم بالنسبه لنا ان احنا نعرف اصلا انت عملتي دايت قبل كده ولا لا بنعرف عنها كل حاجه بنعرف عنها كل حاجه حتى لو قبل كده اللايف ستايل بتاعك ماشي ازاي مش بس وزن طول سن حاله صحيه كل حاجه عشان خاطر اقدر احدد لها الكورس بس انتوا حافظين الموضوع قوي متمكنين منه يعني خلاص شكلكم عملتوا حالات كتير قوي جدا ونجحتوا فيها قولي لي يا مي كده عن قصه نجاح كده معاكي يعني كان حد مليان جدا وقدرتي ان هو يخس مع الكورس ده بصي هو كتير بس انا برضو في حاجه برضو يعني في حاله كده معينه هي قالت لي انها دايما بتتفرج عليا فايوه انها دلوقتي تكون بتتفرج عليا حصل ايه؟ انا عشان خاطر دايما ببقى عايزه اشجع الناس واحده كلمتني قالت لي بصي انا جربت كل حاجه عملت دايت كتير اخدت كورسات قبل كده كتير وادويه كتير
كتير مش قدامي دلوقتي غير العمليه، ان انا هعمل عمليه عمليه تكميم. فدلوقتي انا خدت كورس من عندكم ولسه هبدا فيه، فانا خايفه ما يجيبش معايا نتيجه. عشان خاطر اشجعها عملت ايه؟ قلت لها بصي انا هتابعي كل اسبوع، ده مبدئيا. لازم يبقى عندك اراده، لازم تقولي انا خلاص انا النهارده قررت ان انا وزني هينزل. انسى بقى كل اللي فات ده، وزني قبل كده ما نزلش حاولت كتير وفشلت، خلاص انا النهارده هبدا الكورس بتاعي، هخلص الفتره بتاعته وزني هينزل عليه. خست؟ قلت لها او احنا حاليا ماشيين مع بعض وهي يعني تمام جدا لحد دلوقتي، مثلا نازله حوالي 12 كيلو لسه هي في اول شهر ما خلصتوش. انا قلت لها ايه؟ قلت لها انت لو خلصتي الفتره دي، هي اصلا معاها كورسين محتاجه لسه تلت خاطر وزنها كبير جدا. قلت لها هتنزلي عليهم، هكلمك كل اسبوع وزنك بينزل عليهم، ليكي عندي كورس ثاني فور فري انا هديهولك عشان اشجعها، عشان تشجعيها. انا عايزه عايزاهم ياخدوا الخطوه ان هي تقول خلاص انا المره دي برافو عليكم، برافو عليكم، حاجه جميله بجد. على فكره هم مش هيخسروا حاجه لو هو حتى جربوا، يعني طبعا على فكره طبعا. مجرد التجربه مش اي حاجه نجربها، ولكن نبعد عن انه لو انا اقدر اعمل حاجه بدون عمليه يبقى اكيد افضل، يعني اكيد كده. افضل. انا بشكركم جدا، نورتيني ونورتوني النهارده شهيرة ابو سيف ومي سمير. يا بنات يا اولاد، يعني لو في حد حابب ان هو ينزل في الوزن، لو في طريقه ممكن نجربها بدل ان احنا نعمل عمليه اكيد هتبقى احسن، فممكن نجرب الاول ونشوف هنخس ولا لا. ان شاء الله كل البنات يبقى جسمهم حلو ويبقوا ماشيين واثقين من نفسهم. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنعمله. بشكركم جدا، نورتوني النهارده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. كنت معاكم اميره بدر فانحه، وسلام.